ورجعنا لكم مره اخرى. وقبل الفاصل زميل الاستاذ محمد شبانه كان بيسال الاستاذ جمال علام اسئله، اسالها عشان الاستاذ جمال يجاوب. اتفضل استاذ جمال. سالتك سؤالين، حضرتك معانا على التليفون صح؟ معاك. سالتك معك سؤالين، فاكرهم ولا عيدهم لك؟ انا سالتك سؤال موضوع الاهلي. اول سؤال، هل الاهلي يستحق لوائحيا او يحق اليه لوائحيا بيع انفرادي ان هو يبيع بيع انفرادي؟ دي نمره واحد. نمره اتنين، ليه الشمالة دي ما حسناهاش في قصه البث من النادي الاهلي بهذه الصوره الا لما الكابتن حسن ترك او لم يوفق في انتخابات رئاسه لجنة الانديه؟ تمام اتفضل. لا طبعا دي انا مش هجاوب عليه السؤال الثاني لان طبعا ده مش خاص بيه، حاجه انا ما اقدرش اتكلم فيها. لا أنا لكن انا بتكلم على الجزئيه الاولانيه. نعم. يعني يمكن النهارده انا ماشي الساعه 7 اللي تلت من الاتحاد المصري لكره القدم، يعني انا اختبار ان انا هطبق اللوائح زي ما موجوده اللائحه هطبقها. طب اللائحه بتقول ايه؟ طب انا عايز اعرف هل من حقه؟ انا بقول لك هطبق اللوائح، من حقه مش من حقه هطبق اللوائح. انا مش عايز اخش القصه دلوقتي، لكن انا عندي لائحه وعندي تلفزيون وعندي حقوق انديه هحافظ عليها، والانديه اللي فوضتني النهارده. طب انت لما قريت اللائحه، طب هسالك سؤال اخير. طيب استاذ جمال، انت جاوبت قبل كده قلت من حقه بعد موافقه الجهه الاداريه. هوصلك يا ريس لحل الحلول. انا عندي الانديه اللي مفوضه للاتحاد المصري لكره القدم بحث تفويضات كامله بحق البيع للتلفزيون المصري. 16 نادي زادوا كمان شويه، كام؟ 17 يمكن ابيض برضه تاني لسه. يعني اللي مش موافقين اثنين او ثلاثه. خالد انا لا انا عندي ثلاثه مش موافقين ده من الاول خلاص. انا عندي حرس الحدود، النادي الاهلي، وادي دجله. لا وادي دجله حرس الحدود وافق اكيد. بعد قال لا. نادي المصري قال لا. الاهلي طبعا دلوقتي بيسوى واحده لان هو من الاول. طب الاهلي والمصري دلوقتي مع بعض؟ حرس الحدود ما بعتش لا ولا لا. تمام؟ وسموحه ما بعتش لا ولا لا. لا 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 بعت كله بعت خلاص اخيرا يعني. كله بعت بس سموحه ده زاد الايام. يعني انت بتتكلم على الاهلي والمصري ووادي دجله. لما اجي اتكلم على حرس الحدود ما افتكرش ان حرس الحدود ده دوله يعني مش هيفكروا في التلفزيون المصري، فهو لا بعت لا ولا لا يعني. طب انا هسالك سؤال اخير بقى ونقفل القصه بتاعت البث دي. انت 70 مليون العرض التلفزيون، انت حضرتك بتقول لي بعد يوم الاثنين ال 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 هيتم توقيع العقود ان شاء يعني الله. يوم الاثنين حمدي المحضر مجلس الاداره عشان ابعته للوزير، وحمدي العقد ممكن يبقى جاهز على اساس يوم الثلاثاء الماضي. تمام. ده بمباريات الاهلي. كان في قعده النهارده، في قعده النهارده بين عصام الامير وكابتن محمود الخطيب وخالد الدرندلي، واتفقوا على حاجات بمباريات الاهلي. يا كابتن محمد عايز اقول لك حاجه، الاتحاد الاذاعه والتلفزيون هو اللي بيتحكم في اشراف البث. خلاص يبقى مباراه الاهلي. تمام. لا هم هيتفقوا، الاتحاد الاذاعه والتلفزيون اتفقوا مع كابتن محمود. قصه في القعده دي. طب هنعرف مفاجاه اخيرا يا استاذ جمال. الاسماعيلي وافق؟ وافق، والنهارده كان بيتكلم الاستاذ محمد ابو السعود من بره ووافق وقال انا مع التلفزيون المصري. تمام. يعني عايز اقول لك حاجه بس اخيره، اللي بيخوف حضرتك انا لما بقول النادي حضرتك، لما بقول النادي لان الاستاذ المستشار وليد الكيلاني من المصري ماضي مع لجنه الانديه ان هو عايز يبيع. لا وليد الكيلاني من الاسماعيلي على فكره. من الاسماعيلي. من الاسماعيلي قصدي، لما عشان تكلمنا على الاسماعيلي. موجود في لجنه الانديه وهو ماضي من ضمنهم ان هو موافق على التلفزيون المصري. طيب اخيرا عايز اقول لحضرتك حاجه، اللي بيحاول يخوف حضرتك او يهددك في الاعلام او يقول لك او لا، انا بقول لك حاجه بالعكس يا استاذ جمال، لما حضرتك تبيع للتلفزيون يعني شيء حكومي، يعني معناها ان مفيش عمولات مفيش بتاع. اما حد بيبيع لقنوات خاصه او لحاجات خاصه بيبتدي الناس تتكلم على فكره ان في تحت الترابيزه وفي فوق الترابيزه، ومجدي المتنوي قاعد يقول لك في سبابيب وفي سبوبات الناس بتعملها كلام من هذا القبيل. فانا كابتن حسن مستشار في شركه السي بي سي في الحاجات دي. فضل. لكن انا احب ان انا يوم ما هعمل حاجه وهتبقى انا بعملها للصالح العام وهعاقب عليها، هلاقي الكابتن خالد الغندور، استاذ محمد، الناس المحترمه كلها هتلاقيها ورا جمال علام. اذا كنت انا رايح للنائب العام هتلاقيكم عليكم كلكم قبلي قدام النائب العام. لا وتروح بقول لك يا استاذ جمال انا مستعد اتحبس مكانك. الله يكرمك. لا ان شاء الله ما فيش حاجه، لان ده تلفزيون مصر، ودي انت قلت كلمتها ان احنا ما بناخدش حاجه. وانا انت في كل لقاءاتنا يا استاذ جمال دايما اقول لك ايه قبل الهوا او بعد الهوا؟
اعمل الصح واتكل على الله. صحيح. خلاص انا بس انا في اعمل كل لقاءاتنا مع بعض بنتقابل يعني انا التاخير اجراءات انا بكملها عشان يبقى اجراءاتي كلها سليمه جوه. مش انا كنت دايما اقول لك كده لما بتيجي تقول لي ده فلان عامل اقول لك ايه اعمل بما يرضي الله واتكل على الله. هل في خناقه بين حضرتك وحصلت خناقه بسيطه يعني او مشاده بين حضرتك وايهاب الهيطه وسيف زاهر النهارده؟ لا 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 ما حصلش. انا ما قابلتش ايهاب الهيطه اساسا. طيب ما قابلتوش والله. سيف زاهر عارف اقول لك عشان تعرف ان انا مش سهل. سيف زاهر وخالد لطيف في زيت ستارز دلوقتي. لا 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 ما انا عارف كل حاجه. لا خالد لطيف وسيف زاهر في زيت ستارز دلوقتي. العصفوره قالت لي. استاذ جمال بشكرك استاذ جمال على مداخله حضرتك وتوضيح بعض الامور. اتفضل. انا لك خد مفاجاه. النهارده اتحاد الاذاعه والتلفزيون كان قاعدين مع وفد النادي الاهلي محمود الخطيب وخالد الدرندالي محافظ الالقاب للجميع. انت متخيل القعده عشان ايه؟ اللي انا سمعته هقول لك اللي انا سمعته. قالوا ان القعده كانت مثمره جدا وان عصام الامير رئيس اتحاد الاذاعه والتلفزيون وافق على ان النادي الاهلي قال له هديك الماتش ببلاش تذيعه ارضي. فقال له لا انا عايزه فضائي. فقال له طب بس بفلوس. قال لهم طب انا هديكوا اشاره البث بس تدوني بكذا. فهم قالوا كذا فلقوا الموضوع قريب. المعلومه اللي عندي يا شبانه ان النادي الاهلي رايح بيسوق لفكره انه هيدي الارضي ببلاش. بس اسمعني بس وكاله الاهرام للاعلان مشترطه على النادي الاهلي انه لازم اي ماتش ليه يتذاع على اي قناه ارضي فضائي اي حاجه لالا هيخصم على كل ماتش ما يتذاعش 500,000 جنيه. يعني ايه اي ماتش يتذاع؟ لازم يتذاع. لازم يتذاع ان شاء الله ارضي. فبالتالي هو ما بيدي تلفزيون ارضي هو بيحمي نفسه من خصم 500,000 جنيه. هو كانت الاهرام مش حاطه اعلانات الملعب ودفع فلوس للاهلي عشان ما تتذاعش بالظبط. اتفضل. هفكرك بحاجه بس بعد ما تقولها لي. بص بقى الكلام اللي بيعلنوه بيقولوا ان هو القعده مثمره وانه التلفزيون المصري يعني قالوا له هنديك ماشي ومعرفش ايه وبس تاخد بفلوس كل الكلام ده اونت. ايه الحقيقه بقى؟ التلفزيون المصري رمى الكوره في ملعب الاهلي. قال له ايه بقى؟ قال انت مش عايز تبيع لمنفرد؟ قال له احنا هنشتري منك منفرد. بيع لنا بقى. قال له انا فهو ممكن النادي يقول لك لا انا عايز ابيعه لحد تاني. لازم نسيب زي تتكلم ده. والله طب بيع لنا يا نجم. مش انت عايز تبيع منفرد؟ صح. بيع لنا انا. طب بيع لي يا عم منفرد. بكام؟ تعالى بقى نتكلم. قال له ايه؟ خلعه. طب ما عندهم قعده بكره على فكره. ما هو على ما ياخدوا رد على ما يقعدوا مع بعض. عشان ما يقدرش يرد يقولوا ايه؟ ما هو معناه لو رفضت يبقى انت عايز توديها حته معينه. يبقى انت عايز توديها حته معينه. معينه. من غير مزايده بقى. مش انت عايز تبيع يا عم منفرد؟ وهتخلص انت نفسك تعالى لي منفرد. مش انت هتخلص نفسك مع اتحاد الكوره انت وليك تعالى لي فيس تو فيس. تعالى يا عم تعالى يا عم المنفرد. وجها لوجه منفرد. مش انت هتخلص قلت انك هتخلص الموضوع قانونا مع اتحاد الكوره. انا اتحاد الزراعه قال له اخر همي خلاص. طب انا عندي معلومه ان الاهلي ممكن يعمل كراسه شروط مزايده. الله. بس عايز اقول لك حاجه لذيذه قوي. طب ما هو الكراسه الشروط المزايده دي كابتن حسن حمدي هيبعت من سي بي سي كراسه هيبعتها لمين؟ للكابتن حسن حمدي. والله انا غلطان يعني الكابتن حسن حمدي اللي ماسك اللي هو اللي هيبعت العرض المالي عشان كابتن حسن حمدي يفتح الجواب اللي هو بعته. فيفتح جواب يقول لا تصدق لا لان هو المستشار التسويق الرياضي بس عشان الناس تفهم لان هو مستشار التسويق الرياضي زي ما كان بيحصل في الاهرام لان هو مستشار التسويق الرياضي في الشركه اللي هي بتمتلك جريده الوطن والسي بي سي وكل الكلام. تمام. فاصبح هو الشخص مزدوج الشاحنة وهنا. لكن التلفزيون النهارده بقول لك هو بصك كره للتلفزيون كابتن حسن. فالتلفزيون ردها له تاني. طب شوط انت بقى حلو. مش عايز تبيع منفرد. انت ايه مشكلتكم فين؟ في البيع المنفرد. احنا لازم نبيع منفرد عشان حقوق الانديه ونحافظ حقوق النادي الاهلي. كان عارف الكلام الجامد قوي. طب اديك معلومه. استنى بس. حقوق النادي الاهلي ما كانش في حقوق السنه اللي فاتت لما 20 مليون قال خد 5 جنيه. ما كانش دي حقوق النادي الاهلي عادي جدا. ان هو النادي فقال لك خلاص احنا موافقين نشتري منفرد. تبيع بكام يا كابتن؟ بكره بقى. هنشوف بكرة يحصل ايه. روح بس نقعد مع بابا ونتكلم بكرة ان شاء الله. طيب هقول لك حاجة أخيرة. تعرف إن ممنوع قانونا إن قناة نادي تشتري الدوري على الهواء؟ يعني برشلونة بيزاحها بعديها، ريال مدريد بيزاحها بعديها. بس بص ممكن يكون قوانيننا مختلف، يعني ممكن يكون ممنوع قانونا بره. حاجة بتحصل. عايز تقول عرف. عايز تقول إن هو عرف. طيب هقول لك حاجة تانية. ماتش اللي فات بتاع الأهلي كان ماتش مين؟ اللي فات الأخير ده؟ كان بيلعب مين؟ الانتاج كان ماتش مين؟ الاهلي ولا الانتاج؟ كان ماتش الاهلي اعتقد. لا مش عارف. ماتش الانتاج. ماتش الانتاج. ما هو اتذاع. اوكي ماتش الانتاج.
في بداية الماتش كان في شركة المحمول بتاعة مين؟ الأهلي. بتاعة الأهلي. الماتش ده بتاع مين؟ الإنتاج. طيب تيجي تسألني إزاي يحطوا إعلان الشركة المحمولة بتاعة النادي؟ لا أنا هديك معلومة. لا أنا هديك معلومة. أوكي. وكالة الأهرام شيء شارية الإنتاج. اللي بيحصل إيه يا شبانة؟ الاتنين بتوعها. لا اللي بيحصل إيه بقى شبانة؟ أنا دلوقتي مين رئيس الوكالة في ذاك الوقت؟ كابتن حسن حمدي هو رئيس نادي الأهلي. مش 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 رئيس الوكالة دلوقتي. لا كان أياميها ما تعاقدوا مع من فترة مع الوكالة. مش الأهلي متعاقد بقاله فترة. هو متعاقد دلوقتي. اللي هو العقد اللي ساري. اللي هو 140 مليون. اللي هو الساري حاليا. تمام. بيحصل إيه بقى شبانة؟ مدة 3 سنوات. بيحصل إيه؟ الأهلي عنده كم ماتش يمتلكه؟ على ارضه او على ارضه اللي ماتشات اللي على ارضه على ارضه وبره ارضه مش بتاعته. فبتيجي الوكاله بتقول ايه للشركه المحمول او شركه تقول لهم انا هديكوا كل ماتشات الاهلي اللي على ارضه واللي بتاعته اللي بيمتلكها واللي ما بتملكهاش ازاي. فاروح اعمل عقد للاهلي ب 150 مليون جنيه ده تمن 20 ماتش للاهلي مثلا او كان في ذاك الوقت 18 نادي 16 هو بيلعب 17 بره ارضه 17 جوه ارضه يعني 34 مباراه الاهلي مشارك فيها سواء بتاعته او مش بتاعته ويدي الاهلي 150 مليون يجي يشتري من الانتاج 100,000 الماتش ده يروح مدي الانتاج مليون جنيه في السنه ان هو ايه بس في نقطتين بقى لازم اقولهم لك اسمح لي انا راجل اهرامي بقى. تمام. فبالتالي اللي بيكسب في الموضوع ده النادي الاهلي لانه بياخد ماتشاته ومش ماتشاته والناحيه الثانيه الفوتات بتديها لبعض الانديه اللي ملهاش اي جماهير. انا عندي نقطتين اتكلم اتناقش معاك في تمام. دي اولا وكاله الاهرام لما اشترت العقد او حقوق الاهلي 140 مليون ده على 3 سنين مش على السنه يعني 34 أيوة ماتش في السنه في 3 انا حوالي انا قلت لك 3 سنين دلوقتي 80 90 ماتش مش 34 ماتش. تمام. مفيش شك نسبة مشاهدة الماتش الاهلي لو الانتاج بيلعب مثلا دجلة تمام لو ماتش الانتاج مع دجلة تمام والاهرام لما بيجي يشتري من الانتاج او من دجلة او من الاندية دي بيدفع المليون جنيه على الماتشين ثلاثة بتوع الاهلي مع الزمالك يعني ماتش الانتاج مع الاهلي وماتش الانتاج مع الزمالك فهو بيدفع مليون جنيه بس عشان خاطر الماتشين دول لكن عمره ما يحط اعلانات في ماتش الانتاج وبتروجيت مش هيحط اعلان لو انت رحت شفت الملعب مش هتلاقي فيه اعلانات مش كده انا فاهم يبقى ده شكل تسويقي بتقوم بالاهرام عايز اقول لك على حاجه بس عشان انا ايوه بس في النهايه انا كانتاج ممكن اقول مش بايع هو حر. يجي لازم الماتش ده يتباع ما هو حر الانتاج ممكن يجي له مبلغ اكبر ما هو الانتاج ممكن يقول مش بايع هو حر فهمت قصدي ايه اللي بيخليه يبيع يقول مش بايع ويبيع لوكاله ثانيه لان في النهايه لو باع لوكاله ثانيه هو حر يعني في النهايه ده عرض وطلب يا خالد مش في انديه خد كابتن شركه كابتن خطيب خدها من الاهرام يا مش كابتن خطيب خد شركات خد انديه زي الاسماعيلي وزي المقصه ممكن اسال حضرتك سؤال اسال حضرتك سؤال الاهرام ما خدهاش اسال حضرتك سؤال اتفضل انا دلوقتي انا عندي حصلت قبل كده عندي شركه تانية شركه اكل بيتحط الشركه اللي بتاعت الاهلي مش بتاعت الاكل بتاعت النادي بتاعنا انتاج الحرس بتاع ليه عشان الوكاله بتنزل شركات الراعيه بتاعت الاهلي تمام ما هو شارح اول ماتش ما هو انا بس انا شركه انا انت حاطط لي راعي بتاعي انت حاطط لي الراعي بتاعي انا الراعي بتاعي المفروض في ماتشي يتحط ولا انا غلطان مين اللي بيجيب الراعي بتاعه الاهرام حلو الاهرام هنا حر لو انت النادي معترض على القيمه شايف انه يستحق اكتر او شايف اي شيء يرفض يتعاقد مع الاهرام طب ليه كابتن حسن حمدي او وكاله الاهرام اما كانت واخده الاتحاد بس انا عايز اقول لك على حاجه كان في مؤتمرات صحفيه بتمتلكها وكاله الاهرام دلوقتي عمرو عفيفي لا يمتلكها ما ليه كان في ليه هقول لك ليه ها قول لي ليه لان الاهرام كان هو الراعي بتاع الاهلي وبتاع اتحاد الكوره تمام وكان شركه المحمول واحده هنا وهنا ايوه بس انت في النهايه كنت بتقول ان الدوري يا سيدي ما احنا وانا مش مختلف معاك الدوري وقتها انا مش مختلف معاك ان وكاله الاهرام هي اللي تمتلك يا سيدي كان في لعب وقتها طبعا مش مختلف معاك بس انا عايز اقول لك على حاجه دلوقتي لا يمتلك الكابتن حسن شيء في وكاله الاهرام للاعلان خلاص خلصت يعني مش بس كمان ليه ازيال لا يعني اللي موجود دلوقتي المدير العام زميلنا العزيز هشام لطفي والمدير العام حاليا لا 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 كلمه ولا سلطه للكابتن حسن حمدي عشان كده راح السي بي سي في وكاله الاهرام عشان كده راح السي بي سي انت عارف انت بتقرا الوقت كل شويه اخبار يقول لك عايزين يفسخوا عقد وكاله الاهرام اصل مباراه وكاله الاهرام متاخره في الفلوس وعايزين يخلصوا من الاهرام اساسا دلوقتي عشان يدوا وكالات اخرى طبعا للوكالات اللي انت بتعرف اللي انت بتتكلم معلومه عارف طبعا استاذ صلاح دياب طبعا في المصري اليوم, طبعا. انت عارف انه عرض على الكابتن حسن حمدي اكتر من مره انه يمسك ومصري يوم ورفض
لما راح عاصم خليفه كان إيه؟ اللي كان ماسك بعد الكابتن حسن زميلنا بس كابتن حسن تعرض عليه الموضوع وهو رفض تمام. بس وافق على في السي بي سي. في السي بي سي رغم ان حوالين كابتن حسن حمدي قالوا له عيب انت راجل ملياردير معاك فلوس ازاي تشتغل بس في تحفظ على الاموال بقى محتاجين ايه مع الاستاذ محمد الامين في تحفظ دلوقتي يعني ممنوع التعامل على الاموال بس تمام. انا عايز اقول لك انه دلوقتي يا خالد ان في تلكيك واضح من النادي الاهلي في بعض الاخبار بتتناثر يمين وشمال انهم عايزين يلغوا العقد بتاع الاهرام اصل الاهرام عليه مديونيه ما اعرفش انت بتقرا اكيد الكلام وممكن يتلغي ما خلاص ما بقاش ما هو مش في دماغه الاهرام بقى ما كابتن حسن مشي الموضوع ممكن يروح لمكان تاني يبقى السيطره فيه مختلفه الوقت لا سيطره على الاهرام فالاهرام بيتعامل مع الاهلي انت هل كابتن حسن مكان في الاهرام عين تقريبا بتاع 20 واحد او حاجه 20 واحد من الاهلي صح في ناس كتير كلعيبه و في ناس كتير طبعا تعبت من الاهلي يعني مثلا ممكن من ضمنهم كمان كابتن شوقي غريب مثلا المدير الفني هو في اداره الولايه زي بس اعتقد ايوه كابتن حسن حمدي المعين عن طريق كابتن هاني ابو ريده كابتن احمد شوبير معين في الاهرام هقول لك حاجه النهارده مهندس هاني ابو ريده كابتن شوقي غريب كانوا في السنبلاوين عند الاستاذ محمد الهادي عشان نعمل الدستور وبعديها كابتن شوقي غريب بالمره راح زار مصابي الدقهليه وكان جنب كابتن هاني ابو ريده في السنبلاوين النهارده عندك في بلدنا عند محمد عندكم في بلدكم عشان نعمل الدستور هو ومش عارف كان مين كمان استاذ فتحي سند بس عايز اقول لك انه لا 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 يستطيع كابتن حسن او حد دلوقتي انه يتحكم في وكاله الاهرام للاعلام بل على العكس وانا بقول لك الايام قادمه هيالفوا اي صدام ويخترعوا صدام عشان يخلصوا من وكاله الاهرام للاعلان عشان خاطر الاعلان الاعلانات دي تروح وكالات اصبحت المصلحه مشتركه ممكن وكاله ثانيه بعد كابتن حسن ممكن بقى. يعني ممكن وكاله السي بي سي تشتري حقوقه ممكن بس انا عايز اقول لك انه خلاص الاستاذ جمال علام حسب الموضوع طيب تعال نشوف حسب الموضوع هنشوف هو خلال ايام تعال نشوف يوم الاثنين قال يوم الاثنين اللي جاي يعني بالظبط يوم 30 اخر يوم او قبل اليوم اللي قبل الاخير من السنه 2013 الشؤون القانونيه يوم الاثنين وهمضي الثلاث او الاربع خلاص يعني هو قال حتى حسن يعني قال لك انا همضي الثلاث او الاربع تمام تعال نروح لبعض الاهداف في الدوري السعودي معانا جون احمد المحمدي بس تمام جون احمد المحمدي اهو في انجلترا هل سيتي ربنا يكرمه مع المنتخب يعني ربنا يكرمه مع انت عارف ان عايز اقول لكم معلومه محمد ناجي جده راجع يوم 7 يناير الاهلي وفي كلام بيتقال انه هيطلع على بلجيكا في كلام انه هينه اعارته ويرجع النادي الاهلي لا هو اوريدي هو معار 6 شهور ايوه بس قابلة في كلام انه لا قابله للتجديد 6 شهور بس ايوه بس هم خلاص مش عايزينه في هال سيتي وما لعبش تمام نرجع تاني لاهداف في الدوري السعودي قال انه جاي له عرض من بلجيكا احتمال يروح على ليرز بقى ممكن ليرز بطوله العالم ليرز اللعيبه المصريين ده الدوري السعودي بس دي تحصل الشباب والشهداء تحصل لماجد سامي على شعله سوري الشعله على فكره فاز على الشباب وعارف مين اللي بيدربه يا شبانه كابتن محمد صلاح لا الشعلة مكيدة بتاع الاتحاد السكندري الاسباني يا راجل مكيدة. اللي كان من سنتين ماشي كويس كسب الشباب 3-1 بس مدرب كويس مدرب كويس جدا دي الحسن اللي عملها عفه السادات مع الاتحاد السكندري الهلال والاتفاق اسمه مكيدة 5-1 للهلال سامي الجابر انا هقول لك كمان هوريك مباراه دلوقتي مصريه شويه عمرو انور مدرب الاتحاد والعروبه اللي بيلعب فيه ابراهيم صلاح الاثنين تعادلوا 0-0 مش موجود منه حاجه طبعا عشان 0-0 بس ابراهيم صلاح لعب في العروبه وعمرو انور هو مدير الفني للاتحاد المؤقت يعني يعني اتفاق فرقه تقيله برضو انها تتغلب 5-1 من الهلال طبعا دي طبعا حاجه مش طبيعيه يعني والله الواحد بس الدوري السعودي فيه اثاره دايما كده صاروا في كاميرات وفي اخراج وفي جمهور ويعني في حاجه الكاميرات والاخراج مهم قوي بس ما عندهمش الحرب شفت ماتش بتاع المصري والزمالك ولا الانتاج بس ما عندهمش الحرب ما عندهمش الحرب الطاحنه اللي بتحصل عندنا دي والمصالح والقصص اللي بتحصل بس عندنا بس هم عندهم طبعا منتمي للهلال منتمي للنصر منتمي للاتحاد منتمي للاهلي يعني فيها حرب صحفيين في حاجات كده دي بنالتي ده الحكم ده رئيس لجنه الانضباط ما اعرفش هلالاوي ده رئيس لجنه الانضباط بس ده موجود حتى في الدوري الاسباني يعني دي سخونه الكوره عند السبايسي بتاع كره القدم النهارده يعني. كريستيانو رونالدو كان في دبي اما برضه شوف يعني تخيل مصر احنا قاعدين نتخانق كريستيانو كان في دبي النهارده بص كريستيانو رونالدو كان في دبي وفرقه معرفش ايه موجوده في الدوحه ومعرفش مين لا كمان يومين باريس سان جيرمان وريال مدريد بيلعبوا في قطر مصر بطقس مصر كان كذا يوم كده بجمال مصر اللي جت الاخت اشتون في الاقصر دلوقتي بتقضي اجازه راس السنه في الاقصر وجمال مصر واحنا قاعدين نسمع ده في دبي
لا ده في الدوحة. بص أشتون أشتون جد وإحنا مقضينها أشتم يعني أشتم. يعني أشتم في الأقصر وأنا أشتم في مصر. شكرا زميل محمد شبان مشكورك. مشكورك يا خالد شكرا جزيلا. أنا لك توفيق وإن شاء الله أتفرج عليك في النيل الرياضة بإذن الله. ولازم ترد لي بقى تيجي معايا ضيف. إن شاء الله بإذن الله. تيجي بقى مثلا هطلع فوق التقريبا في نفس الوقت. صد رد. إن شاء الله. شكرا زميل محمد شبان دي كانت حلقتنا. أنا أسميه 1 تو 1. أنت برنامج اسمه 1؟ برنامج اسمه 1 تو 1. 1 تو 1. لا 1 تو 1 تو 1. 1 تو 1. نروح ل شكرك. هنروح لفين؟ مش هنروح في حته. هنمشي بقى نروح. هنروح البيت. شكرا زميل محمد شبانه، شكرا لوائل همام مخرجنا مميز، شكرا لمحمد فتحي رئيس التحرير النشيط، شكرا لاسامه دعبس ومصطفى صلاح النشطاء في الاعداد، وشكرا لكمين اطياب حازم من اسماعيليه مراسلنا النشيط، وايضا شكرا لعلاء الوتيدي المنسق العام وايمن سالم ومحمد هشام في الانتاج. بكرة عندنا حلقة مهمة، هيكون معانا الزميل أسامة خليل رئيس تحرير الفرسان، وأيضا هيكون معانا فيلم لنجم كرة القدم المصرية محمد صلاح، وعندنا تقرير مع ناشئي الأهلي والزمالك تحت 11 سنة من الإمارات. حلقة إن شاء الله هتكون مميزة. أشوفكم بألف خير.